أطروا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليم، السلام على خامس أصحاب الكساء، السلام على المغسلين بالدماء، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، سلام الله عليكم أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب إلا أن أدمعها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين، ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا، إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا، نشكو فلا أحد يصبو لدعوتنا، ندعو فلا أحد يصبو لدعوتنا، وإن شكونا فلا يصغى لشكوانا، وتنثني تارة تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا، قوموا غضابا من الأجداث وانتدبوا وخلصوا من يد البلوى بقايانا، ويل الفرات أباد الله غامره ورد وارده بالراغ لهفانا، لم يطفح حر غليل الصبط بارده
حتى قضى في سبيل الله عطشانا لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمئه لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمئين ويذبح ابن رسول الله ظمآنا إلا روحي فدا لك يالذي للغسل مانا ولا الجنازة هللت من خليف هرجا ولا الجسد من ارتفاع من فوق شيا ما حد حفر قبره ورا جثته في الكافور تربة والغسل دم الجاري والشفن فصل يا أبو محمد بواري وقبره بقلب اخت الخذاه بجمل عاري وقلب الذي خلى الزمان في بواشي ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لأجل سلامة إمامنا صاحب العصر والزمان وتعجيل فرجه الشريف ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد العاقل يبحث عن السعادة ولكن أين يجدها؟ كثير من الناس يتطلعون إلى السعادة ويسعون إلى الوصول إليها ولكن لا يوفقون للوصول إليها وذلك لوجود عدة عوامل من أبرز تلك العوامل عدم الفهم الصحيح لمفهوم السعادة قد يبدو للوهلة الأولى أن مفهوم السعادة من المفاهيم المتفق عليها عند العقلاء ولكن بعد التأمل يتضح خلاف ذلك العلماء والمتخصصون اختلفوا في تفسير السعادة ابن سينا في كتابه الإشارات في النمط الثامن النمط المعنون بالبهجة والسرور يطرح أكثر من نظرية في تفسير السعادة ثلاث أو أربع نظريات
يطرحها في تفسير السعادة ويناقشها جميعا. إذن مفهوم السعادة ليس من المفاهيم المتفق عليها. وكمثال فقط، أنا لست الآن بصدد استعراض هذه النظريات التي ذكرها ابن سينا في كتابه المشار إليه، وإنما فقط وفقط أسوق شاهدا من النظريات التي ناقشها ابن سينا في كتابه، النظرية التي تساوي بين السعادة واللذة. كل لذة سعادة وكل سعادة لذة. يقول هذه النظرية نظرية خاطئة، مع أن كثيرا من الناس يفهمون السعادة على أدنها اللذة. يعني إذا كان حظ الإنسان من اللذة كبيرا كثيرا فسعادته كبيرة في هذه الحياة، هذا المفهوم العام عند كثير من الناس، عند شريحة واسعة من الناس، وهو من المفاهيم الخاطئة، لأنه ليست كل لذة من السعادة، بعض اللذائذ من السعادة. هناك شرطان: إذا توفر في اللذة أصبحت من السعادة، إذا انخرم أحدهما فليست اللذة من السعادة في شيء. ما هما هذا الشرط؟ الشرط الأول ألا تكون اللذة مانعة عن الوصول إلى لذة أرقى وأرفع. إذا كانت اللذة تمنع هذا الإنسان عن الوصول إلى لذة أرقى وأرفع فهي ليست من السعادة في شيء. طالب إذا عاد من المدرسة، طالب إذا رجع من المدرسة لا يحب المذاكرة عادة، يتلذذ باللعب مع أقرانه، لكن إذا كانت هذه اللذة تمنعه عن الوصول إلى لذة النجاح والتفوق، هل يقول العقلاء أنها من سعادته؟ أبدا، بل هي من شقائه. إذن الشرط الأول هو هذا الشرط. الشرط الثاني ألا تكون اللذة موجبة للوقوع في العناء والمشقة والتعب. إذا كانت اللذة توجب الوقوع في العناء في العذاب في الشقاء فهذه ليست من سعادة الإنسان في شيء. أضرب مثال حسي بسيط قرب الفكرة إلى الذهن ويغنيني عن الإطالة. شوفوا الآن لو أخذنا قطعة من الحلويات وأعطيناها لأحد المصابين بالسكري، الله يشافي جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات، هل يتلذذ هذا المصاب بالسكري إذا أكل قطعة الحلويات تلك أم لا؟ يتلذذ، شيء طبيعي يتلذذ. لكن هل يقول العقلاء أنها من سعادته؟ يقولون لا، لأنها قد توجب له في مستقبل الزمان التعب العناء المشقة، قد ترتفع نسبة السكر عنده فيضطر إلى قطع عضو من أعضائه، ترتفع نسبة السكر عنده قد تقضي على حياته. إذن اللذة التي توجب الوقوع في المشقة والتعب والعناء واللذة التي تمنع عن الوصول إلى لذة أرقى وأرفع ليست من السعادة في شيء. إذا فهمنا هذا نجي إلى لذائذ الحياة الدنيا. هذه اللذة المؤقتة ليعيش الإنسان في هذه الحياة الدنيا، هل تمنع من الوصول إلى لذة أرقى وأرفع وهي لذة الآخرة؟ وأين هي لذائذ الدنيا من لذائذ الآخرة؟
أصلا ماكو مجال للمقايسة. هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على ذهن بشر. هناك لذة خالدة يعني من حيث الكيف ومن حيث الكم، لا يمكن أصلا المقارنة بين لذائذ الحياة الدنيا ولذائذ الحياة الآخرة. هاي اللذة العابرة اللي ما تستغرق 5 دقائق 10 دقائق نص ساعة بالكثير. كيف تقاس بلذة خالدة؟ أكون مجال للمقارنة؟ هذه اللذة التي يتلذذ بها الإنسان حتى من حيث الكيف، إذا ما قسنا لذائذ الآخرة أو لذائذ الدنيا بالنسبة إلى لذائذ الآخرة هي لا شيء أصلا. زين، إذن اللذة التي تمنع الإنسان عن الوصول إلى لذائذ الآخرة هي ليست من السعادة في شيء. كذلك اللذة التي توجب العذاب في الآخرة، لذة الحياة الدنيا التي توجب العذاب في نار جهنم والمستجار بالله هي ليست من السعادة في شيء. من هنا إذا لا يمكن القول بأن السعادة تساوي اللذة. إذن نطرح هذا السؤال، وهذا السؤال يطرح نفسه، أين هي السعادة؟ أنا أريد أعيش السعادة، فأين هي السعادة؟ السعادة الحقيقية أين؟ هذا سؤال مهم جدا. باختصار أقول، من أراد الوصول إلى السعادة فعليه أن يبحث عن المنافع والمصالح. السعادة في المصلحة والمنفعة، ما فيه ما فيه منفعة ومصلحة ففيه سعادة. ولذلك إذا أراد هذا الإنسان الوقوف على المصالح والمفاسد عليه أن يحكم عقله لا أن يحكم طبعه وميوله. الميول تأخذ بالإنسان إلى اللذائذ، أما العقل يأخذ بالإنسان إلى المصالح، يأخذ بالإنسان إلى المنافع. لاحظ تشايفين الأمهات يحرصن على حمل أولادهن لأخذ التطعيمات، مثال جدا جميل. ليش الأم تحرص على أخذ الولد لأخذ الولد للمستشفى لأخذ التطعيمات؟ لأنها تنظر إلى مصلحتي، تنظر إلى منفعتي، ترى في أخذ التطعيمات مصلحة، في ترك التطعيمات مضرة. إذن هي تحكم ماذا؟ تحكم عقله. لو حكمت طبعها وميلها لما أخذته إلى المستشفى. ليش؟ لأن الأم راح تتألم حينما ترى ولدها يتألم حينما يأخذ التطعيمات. أصلا الولد ما يحب أخذ التطعيمات، فلو حكمت ميل الولد ورغبة الولد لما أخذته إلى المستشفى. لكنها ما تنظر من هذه الزاوية أو بهذا المنظار، منظار الميل واللذة والمشتهيات النفسانية، وإنما تنظر بمنظار العقل، تحكم منطق العقل فتأخذه إلى المستشفى مع علمها المسبق بأنه راح يتألم من أخذ التطعيمات لأنها تريد سعادته. وسألنا الأم لماذا تريدين ماذا؟ أريد سعادة، سعادة في المصلحة في المنفعة. لكن العقل لوحده لا يكفي، عقل الإنسان لا يكفي للوصول والوقوف على جميع المصالح والمفاسد. عقل الإنسان محدود، يحتاج هذا الإنسان إلى ما هو أرفع من العقل وهو الدين. الدين هو الذي يوقف الإنسان على جميع المصالح، الدين هو الذي يأخذ بيد الإنسان إلى جميع المنافع والمصالح ويدرأ المفاسد عن هذا الإنسان. العقل وحده ما يكفي.
هناك في لغة الفقهاء أو في كتابات الفقهاء بعض المصطلحات، مثلا ملاك الحكم الشرعي، يقصدون بالملاك شنو؟ يعني المنافع، مصالح، مفاسد. الحلال فيه منفع، فملاك هذا الحكم. الواجب حكم الوجوب، ملاكه ماذا؟ المصلح. حكم الحرم ملاكه ماذا؟ المفسد. إذن الدين عبارة عن أحكام ومفاهيم تأخذ بيد هذا الإنسان إلى ما يصلحه، إلى منفعته، وإذا أخذته إلى المصلحة والمنفعة إذن أخذته إلى السعادة، أخذته إلى السعادة. عقل الإنسان كما ذكرنا محدود. من الروايات اللطيفة التي يمكن الاستشهاد بها، دخل أبان بن تغلب على الإمام الصادق سلام الله عليه. طبعا أبان بعث به الإمام سلام الله عليه إلى العراق يكون معلما للناس. أبان كان يستغل موسم الحج، أحيانا ينتهي من مناسك الحج يعرج على المدينة، يدخل على الإمام الصادق سلام الله عليه ويطرح عليه بعضا من الأسئلة، ثم بعد ذلك يرجع إلى العراق. سنة من السنوات دخل أبان على الإمام سلام الله عليه، قال له: ما تقول في رجل قطع إصبعا من امرأة، كم فيها من الدية؟ فقال الإمام سلام الله عليه: فيها عشرة من الإبل. فقال أبان: قطع اثنين. قال: فيها عشرون. قال أبان عليه السلام: قطع ثلاثا. قال: فيها ثلاثون. قال أبان: قطع أربعا. فقال: فيها عشرون. هنا توقف أبان. قال: سيدي يا ابن رسول الله، يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟ إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرأ من قائله. وإذا بالإمام سلام الله عليه خطأ: مهلا يا أبا، هذا حكم رسول الله، إن دين الله عز وجل لا يقاس بالعقول. ثم بين الإمام سلام الله عليه قاعدة، قال: إن دية المرأة تعادل دية الرجل إلى الثلث، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف أو نزلت إلى النصف. لاحظ، شوفوا، دية الرجل كاملة 100 من الإبل، دية المرأة تعادل دية الرجل إلى الثلث، يعني قطع أصبع واحد فيها عشر، عشر أقل من ثلث المئة، قطع اثنان فيها عشرون، عشرون أقل من ثلث المئة، قطع ثلاثة ثلاثون، ثلاثون أقل من ثلث المئة، لكن قطع أربعة، بعض يقول أربعون، لا أربعون أكثر من ثلث المئة، فلا بد ترجع إلى النصف، نصف الأربعين. شو شاهدنا وين؟ شاهدنا هنا أن عقل الإنسان لا يمكن أن يقف على جميع الملاكات، فيحتاج هذا الإنسان إلى الدين حتى يصل إلى المنافع والمصالح، ويصل بالتالي إلى السعادة. لكن يبقى سؤال هنا، وهو: كيف يحكم الإنسان الدين في حياته؟ يحكم هذا الإنسان الدين في حياته إذا طبق مفهوما يتلخص في كلمة واحدة، وهي الولاية لمحمد وآل محمد. شوف، هذه الولاية تجعل الإنسان يحكم الدين في حياته، يطبق الدين في حياته. إذن من خلال هذه المقدمة نصل إلى نتيجة مفادها أن السعادة في الولاية للنبي وأهل بيته، ماكو شيء. وهذا ما صرحت به نصوص كثيرة. شوفوا، حتما قرأتم هذا المقطع أو سمعتم بهذا المقطع،
في زيارة الجامع الكبير. سعد من والاكم وشقي من عاداكم. إذن السعادة أين؟ السعادة مو في لذائذ الحياة الدنيا، السعادة مو في المال ولا في الجاه ولا في المنزلة، السعادة كل السعادة في محبة وولاية أهل البيت سلام الله. الإمام أمير المؤمنين سلام الله زهراء سلام الله عليه تقول: سمعت أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: السعيد حق السعيد كل السعيد من أحب عليا في حياتي وبعد وفاتي. شوف، السعيد حق السعيد كل السعيد من أحب عليا في حياتي وبعد وفاتي، ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اللي يبحث عن السعادة يبحث عنها في الولاية، لكن ما المقصود بالولاية والمحبة؟ مجرد دعوة؟ أقول لا. إذا أردت الولاية والمحبة الحقيقية لأهل البيت فعليك بالتسليم المطلق لهم، الطاعة الكاملة لهم صلوات الله وسلامه. ماذا يقول الإمام الباقر سلام الله عليه؟ الإمام الباقر في رواية التي يرويها أبو خالد الكابولي يقول: والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. هذه حقيقة الولاية، حقيقة الولاية التسليم، حقيقة المحبة لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، الطاعة والانقياد التام لهم صلوات الله وسلامه عليه. الولاية مو مجرد دعوة يطلقها الإنسان، محبة مو مجرد دعوة يطلقها الإنسان، محبة أهل البيت الفطرية موجودة، الله سبحانه وتعالى جعل المحبة الفطرية في قلوب الناس. هذا الإنسان مطالب بماذا؟ مطالب بتحويل المحبة الفطرية هذه والتي هي بمثابة مادة الخام إلى منتجات. شوف أنت إذا عندك مادة خام متى تستفيد منها الاستفادة القصوى؟ إذا حولتها إلى منتجات. عندك مادة خام الحديد، ما دامت مادة خام استفادة منها جدا بسيطة، لكن إذا حولت إلى شبابيك أبواب وغيرها من المنتوجات، كل ما زادت المنتوجات زادت الاستفادة. شوف، محبة أهل البيت الله عز وجل من بها عليها ولله الحمد. شوف، من عالم الذر عشرات الروايات اللي تتحدث، تراجعون مثلا البحار تجدون تقريبا ما يقارب من 70 رواية تحدث فيها أو تروى عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يتحدثون فيها عن عالم الذر وأخذ العهد والميثاق على هذا الإنسان. شوف، المؤمن من ذاك العالم، من ذاك العالم قبل بالعهد والميثاق، أحب أهل البيت. شوف، هذه المحبة الفطرية يكون نحولها إلى منتجات، منتجات في القول، منتجات في الفعل، منتجات في الفكر. كل ما زادت المنتجات استفدنا أكثر وأكثر. فمحبة أهل البيت لا تقدر بثمن، هذه المحبة لا تقدر بثمن. في الرواية، مضمون الرواية، جاء أحدهم إلى الإمام الصادق سلام الله عليه يشكو له الحال: سيدي إني لفقير. الإمام أراد أن يعلم أصحابه، يعلم هذا المؤمن، قال: إنك لغني. الرجل قال له: سيدي ومولاي إني فقير لا أملك قوت يومي. قال: والله إنك لغني. سلام الله. الرجل توقف، قال: سيدي كيف أكون غني وأنا لا أجد ما أسد به رمق، ما أسد به جوعتي، شلون أكون غني؟ الإمام الصادق سلام الله قال: لو أخذنا منك محبتنا وولايتنا وأعطيناك كنوز العالم أكنت ترضى بذلك؟ نظر إلى الإمام خرت دموع على صحفته،
قال لا والله. قال إذن أنت والله غني بولايتنا، يكررها الإمام سلام الله عليه ثلاث مرات. إذن أنت والله غني بولايتنا، إذن أنت والله غني بولايتنا، ولاية أهل البيت سلام الله، محبة أهل البيت، هذه جوهر ثمين لا تقدر بثمن، لا تقدر هذه الجوهر بثمن. لكن للأسف الشديد الأمة ما عرفت قيمة هذه الجوهر، ما عرفت. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة ما بقى أهل البيت أيام، لا والله. رسول الله صلى الله عليه وآله، الإمام أمير المؤمن مشغول بتغسيل رسول الله، والقوم يخططون يفكرون شلون يأخذون هذه الخلافة من علي سلام. وجرى ما جرى على الزهراء سلام الله عليها، وبعد ذلك جرى ما جرى على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه والحسن والحسين. 50 سنة بين وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وعاشورا، 50 سنة. لكن إذا جي يوم عاشوراء تنظر إلى سلوك أولئك الذين خرجوا لقتال الحسين سلام الله عليه، وكانت تشوف وحوش ضارية، مو إنسان، مو بني البشر، كأن الله عز وجل لم يجعل في قلوبهم شيء من الرحمة. يوم عاشوراء بعد مقتل الحسين سلام الله عليه، تعال شوف ماذا صنعوا بالنساء والأطفال. زينب هذه مخدرة الهاشمي، هذه التي يضرب المثل بخدرها وعفافها، هذه التي كان أمير المؤمنين يخرجها في جوف الليل لزيارة قبر رسول الله. إذا نامت العيون هدأت الأصوات، يخرج الإمام سلام الله عليه، يمشي بين يديها، عن يمينها الحسن، عن شمالها الحسين، إلى قبر رسول الله. وإذا وصل الإمام أمير المؤمنين قريبا من قبر رسول الله، يتقدم ويطفئ القناديل. في رواية التفت الإمام الحسن سلام الله عليه، أبا ما لي أراك كلما اقتربت أختنا زينب من قبر جدنا رسول الله تقدمت وأطفأت القناديل. فيجيبه الإمام، حتى لا يرى أحد شخص أختك زينب. أقول يا أمير المؤمنين ليتك حاضر لترى ابنتك زينب، لترى تلك العقيلة المخدرة بتلك الحالة الفظيعة. زينب ليلة 11 من المحرم التفتت، أخذت تخاطب أباها، وجهت وجهها نحو النجف، قالت يا أبا الغوث أغثني، يا بويا يا بويا علي أنا تشلشل الليل اللي يا 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 وأهلي قضوا كلهم مجاتي. وحسين وحسين رضت صدره الخيل، اي والله وحسين رضت صدره الخيل. ثم تؤخذ بأبي هي وأمي، تؤخذ والنساء والأيتام إلى الكوفة، حتى تدخل على من؟ تدخل على ابن زياد، على ابن مرجان، ويتشمت ابن مرجان على زين. آه آه يا أمير المؤمنين، الله يحفظ هذا الشاعر علي الكراني، يصور في أبيات مشجية عنده، عتاب بين الإمام أمير المؤمنين وأبي الفضل العباس. يقول بزينب مهجة الزهراء وصيتك يا قمر عدنا، ما ظنيت تتركها غريبة بولية العدوى،
تذكر يوم سايلها وعلى خدها الدمع سايل من اخوانك من تريدين تختارين الجكافي. قالت لي ابو الحسنين قلبي اختار ابو فا غيور وليدك العباس وبحمايته ما بنا. اسمع العتاب، العتاب قاسي جدا قاسي. يقول على اختك كيف ترضاها تتفرج جميع الناس وبمجلس يزيد شلون تدخل حسره يا عبا. آه وما معيون أويلي وتاليها تشوف حسين منا مكسر الأضراء وتتروع يتامى بغربة وتبكي النسوة. يا أبا الفاضل زينب كانت بظلي محد ظلها محد يشوفها إلا زينب كانت بظلي ظلها محد يشوفها وتاليها بلي خمار تطب الشام والكو عن حمايتها سيفك وين وصلاتك المعروف. رضيت الشمر يشتمها ويضربها زجر وسنا. أين المنادي وزينب؟ اسمع جواب العباس. وإذا بالعباس ينادي بلسان الحال، خيال الشاعر واسع، يقول أختي يوم أنا موجود ما حد هتك له هدا ولا ظلت. يا الله شنو هذا البيت؟ هذا البيت يفطر قلب كل غيور. يقول زينب شاء يوما زينب شاء أولي زينب يوما موجود ما حد هتك له هدا ولا خدها اللطم صوبي ولا ظلت بلي أخمار. نادي وفاطمة ولا حد كسر منها ضلوع ونبت بالصدر مسمى ولا نختني وتوانيت أبد يا فارس الفرسا. قال لي يا ابني لا تآذيني بذكر مصيبة أم حسين موهين على قلبي أشوف اللطمة فوق العين ولو ما قيدت زندي وصية سيد الكون نفخت الصور من غيظي وفنيت الإنس ويا الجا. بعد بقى عتاب واحد، لكن هذا العتاب مو عن زينب، لا العتاب عن الحسين. افتح قلبك أيها المؤمن حتى تتحمل هاي الأبيات، أبيات جدا قاسية. يقول عتابي عن أخوك حسين ما هو بتقطيع أوصال ولا عن سهم في قلبه بقوة من الظهر شال. إذن عتابك مما يا أمير المؤمنين؟
إذا هذه المصيبة العظيمة ما تعتب عليها عتابك مما يا أمير المؤمنين؟ قالوا عتابي عن أخوك حسين ما هو بتقطيع أوصال ولا عن سهم في قلبه بقوة من الظهر شال، لكن كيف خليته يدوس الشمر؟ أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشاربها؟ يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. شيخنا الجليل تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا كاشف السوء. خلنا نتوسل بالإمام صاحب العصر. أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ يا وصي الحسن والخلف الحجة، أيها القائم المنتظر المهدي، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم إنا نتوسل إليك ببقيتك الأعظم صاحب العصر والزمان وبآبائه الطيبين الطاهرين. اللهم عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، اجعلنا اللهم من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم احفظ وسدد وأيد حماة الدين. اللهم ومن أرادنا بسوء فأرد، ومن كادنا فكد، واجعلنا من أحسن عبيدك نصيبا عندك. اللهم إنا نحب عمل الحسين فأشركنا في عمله. اللهم إنا نحب الحسين فاحشرنا معه، ولا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سقيما إلا شفيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم إخواني الحاضرين والمؤسسين، أخواتي المستمعات، من أوصاني بالدعاء تقبل اللهم أعمالهم، اقض حوائجهم، يسر أمورهم، وفقهم لما تحب وترضى،
وإلى أرواح موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما إلى أرواح العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين، نهدي للجميع خصوصا إلى روح المؤسس، إلى روح من الحاج حسين تغمده الله بواسع رحمته. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.